ايضا من هملولة احمد بن مبارك بن علي بن غانم الكتبي يقدم لنا هملولة على المركز السابع المركز الثامن. ارى الوصول والقدوم من جمرة محمد بن فلاح بن يابر الاحبابي قادم مع المركز الثامن. المركز التاسع مبشرة عبد الله بن سعيد بن غرير الكتبي. المركز العاشر ختام هذا النداء ذوق مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي قادم. هكذا نداؤنا الاول اتممناه كاملا للعشرة المراكز الاولى المتقدمة. الكل يتابع الكل يتابع الكل يطالع الكل يطمع الكل يطمح بالفوز الكل يبحث عن هذا الناموس. لنا عودة الى الصدارة لنا عودة الى البداية الى شواهين المسيطرة على المركز الاول. محمد بن ياسر بن علي العمري يقدم لنا شواهين مع المركز الاول. المركز الثاني هملولة سيف بن خلفان سيف بن سالم بن خلفان بن بينونة الكتبي يتقدم من الجانب الاخر. عزايم عزايم سالم بن حمد بن سليم العويسي قادم يقدم لنا عزايم في شوط العزايم في شوط العزايم. والقدوم ايضا والوصول من ذوق بن حريز تحرك بن حريز مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. بينما ايضا من انضم في هذه اللحظات وصل هنا شعار الكتبي يقدم لنا سمحة مطر بن مهير بن محمد بن خميس الكتبي. الله يا الكيلو الاخير الكيلومتر الاخير الكيلومتر المثير. بدينا هنا في لحظات الاثارة في لحظات الاثارة. اين سيغادر الناموس؟ من هي صاحبة هذا الشوط من بين هذه الاسماء من بين هذه الاسماء؟ روحي ايتها الاسماء روحي ايتها الاسماء في تحديات الامتار الاخيرة. الله 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 يا سلام يا عزايم 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 عزايم. سالم بن حمد بن سليم العويسي يقدم عزايم. والقادمة هناك ذوق لمسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. والقدوم من الشاهنية احياب بن موفي بن علي الدوسري. المركز الرابع ايضا هملولة احمد بن عبيد بن مبارك. ولكن عزايم 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 والتغيير من الشاهنية. الله يا الدوسري الله يا الدوسري. سلام وادي الدواسر سلام وادي الدواسر وابناء الدواسر هناك في المملكة العربية السعودية. تهانينا لحياب بن موفي بن علي الدوسري على هذا الاداء الكبير اللي قدمت الشاهنية مع هذا الشوط الجميل. تهانينا تهانينا لحياب بن موفي بن علي الدوسري. سلام يا الدوسري سلام مع هذا الاداء الكبير. المركز الثاني عزايم سالم بن حمد العويسي. المركز الثالث ذوق لمسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي. بينما من وصلت رابعا المركز الرابع حملول احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. المركز الخامس هملولة لسيف بن سالم بن خلفان بن بينونة الكتبي. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الأفاضل في كل مكان متابعينا عبر قناة الوسطى والقنوات الناقلة لهذا المهرجان شاهدنا معكم هذا الشوط وهذا التنافس الكبير الشاهنية. تهانينا لحياب بن موفي بن علي الدوسري الذي قدم الأداء الكبير من خلال أيضا حضور الشاهنية بشعاره المميز أي لحظات أيضا الإعادة والفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الإنجاز. نتابع معكم حظات الوصول والتوقيت الزمني والمسافة أيضا من خلال أيضا مسافة الأربعة كيلومترات. قطعت مسافة الأربعة كيلومترات بتوقيت زمني مقدار مشاهدين الأعزاء مع هذه أيضا الانطلاقة المميزة. 6 دقائق 3 ثواني و16 جزءا من الثانية توقيت الشاهنية. تهانينا لحياب بن موفي بن علي الدوسري. تهانينا لكل الفائزين والناموس.